السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع فيديو النهاردة إزاي ترفع مناعة الحمام في الشتاء. ترفع حمامة مناعة الحمام في الشتاء بإيه؟ بما إننا في موسم الإنتاج، وزي ما قلنا لحضراتكم إن هو الحمام بيكون شغال في فترة الشتاء، يبقى نقول لحضراتكم ازاي ترفع مناعة الحمام من الامراض. ما تستناش لما يتصب الامراض وبعدين تعطيله الدواء. هنرفع مناعة الحمام بالحاجات البسيطة دي. الجروفيت بلس، جروفيت بلس اللي انا قلته لحضراتكم في فيديوهات كتير. انا حد هيفتكر ان انا بشتغل مع الشركة ولا حاجة؟ لا، وانا بستخدمه دايما وبيجيب معايا نتائج كويسة جدا في ايام اللي فيها انتاج، خاصة مع الزغاليل. الزغاليل اللي بتكون ناقصة الريش او بيمنعها من الكساح، ما يخليش عندها كساح لما تعطي منه. وده افضل كالسيوم وافضل املاح معدنية وافضل مجموعة فيتامينات نادرة، زي ما قلت لحضراتكم كده بالظبط. اللي يترب منه كان في الفيديو السابق اللي كنت عملته كان ب 300 جنيه، دلوقتي ب 335 جنيه. جروفيت بلس، خليك فاكر الاسم ده، وهحط لك رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو. تمام، ده واحد. بنحط من ده 3 ايام في كل شهر، او لو عندك تحس ان في زغاليل دايما خليه كل اسبوعين، مفيش فيه منه مشكلة. لفيتامينات ترفع المناعة، اذا ما كانش هتجيب نتيجة ترفع مناعة الحمام كله عموما. وده السيلينيوم، ده السيلينيوم كلنا عارفين فوائد السيلينيوم، مش هيخلي عندك بيض فارغ، وايضا رافع مناعة وبيحسن صحة الحمام. السيلينيوم ده من النوع المستورد، انا برضو عملت عنه فيديو سابق مخصص، اللي عايز برضو يشوف الفيديو هسيب الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت. دي ب20 جنيه الستين سنتي دول، اما دول ب20 جنيه بقوم بعد الزيادة في السعر بقوم 50 سنتي مش 60 سنتي، زي ما حضراتكم شايفين اذا ناقصة شوية دول هي كده 50 سنتي، كانت بتتملى بال20 جنيه. لكن ما علينا، الصنفين دول لابد يكونوا عندك دايما في ايام الانتاج، او مش في ايام الانتاج لكن زود منهم في الموسم ده. 3 ايام في العادي، 3 ايام من ده و3 ايام من ده في العادي. ما يكونش معهم طبعا مضادات حيوية او حاجة، لما يكون الحمام سليم تأتي منه، ما تأتيش وحمامك فيه مرض او بتأتي مضادات حيوية. تمام، زائد اللي انا عملتهم بيقوم لك في فيديو لوحده، اللي هو مضاد السموم اللي ضفته على اكل الحمام او على كلفة الحمام، ما بيقول لك في فيديو لوحده. ده زائد الكيس ده الكيس مين ده ب10 جنيه، والكيس ده برضو ب10 جنيه. الكيس ده اللي برضو عملته قبل كده، اللي هو املاح معدنية اضافة تضاف للاكل، اللي هو بودرة بتحط منه شوية على الاكل بتاع الحمام، على كلفة الحمام. مش عايز اطول على حضراتكم، المهم هي معلومة بسيطة كده على السريع، ترفع بيها مناعة الحمام وتحسن من صحته علشان تستفاد، وربنا يرزق الجميع. احنا في موسم الانتاج، اشوف حضرتك احنا في موسم الانتاج، فانا بعمل كالاتي. في زغلول طلع فرداني فبحطه يبقوا 3 زغاليل مع بعض، مفيش مشكلة. يعني في ناس يقولك ان الحمام ما بيقدرش يزغقهم، لا بس انت شبع الحمام ان شاء الله هيزغقهم كويس. اهو ما شاء الله يعني كويسين، اهو 3 زغاليل اهو. هنا كمان اهو زغلولين ما شاء الله، اهو ما شاء الله لسه فائس امبارح. كل الزغاليل اللي انا رشيت بيضها ميه قبل كده، نشوف تاني ما شاء الله. انا حاطط معاهم بيضه ثالثه، البيضه الثالثه دي غالبا فاضيه، لكن انا بحاول الجا للطريقه دي
علشان برضو تزود الانتاج. نشوف هنا تحتها ايه، دي في الحمامة دي اهو، دي تحتها برضو 3 زغاليل، انا كنت مزود لها بيضة ما شاء الله، طلعت ال3 زغاليل اهو، هو لسه فاقسين حالا، يمكن قشر البيض بتاعهم لسه كمان اهو، لسه فاقسين اهو. بنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لحضراتكم ربنا يوسع رزقكم جميعا يا رب، ويرزقكم في موسم الانتاج رزقا كثيرا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.